يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا. ايه سامع الاشتباك اللي حصل ده؟ والله سامع و... لا لازم اخد رايك انت معايا ومؤيدني ولا لا؟ لا معاك طبعا. معاك من غير ما اسبح. لا 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 انا بكلمك بجد، لولا الملاوعه والكذب واللف والدوران اللي حصل من لاعب ما كانش امين ولا كان صادق، كان هيحصل الموقف ده والصوره المستفزه اللي اتصورها وكلامه مع عمرو اديب، لو ده كله ما حصلش كان حد هيسال فيه؟ اكيد لا طبعا. بس هو ده السبب. معاك في وجهه النظر يعني. بس هي دي كانت وجهه نظري بس اللي انا عايز اخد رايك فيها. هو برضو الناس للاسف يا عبد الناصر معرفش يعني، هم يمكن برضو يعني الناس مش عارف، انا رايي ان برضه الناس لو تناولت الموضوع بمنتهى الاحترام او حتى الموضوعيه، لكن للاسف برضه الناس وكانها خرط على السوشيال ميديا. لكن وكل واحد برضه نرجع لنفس النقطه، لو كل واحد غير ضميره وكلم بمنطق حتى وبالعقل الرد مش هيبقى كده بمنتهى الامانه. فيعني نتمنى للناس الفتره اللي جايه الهدوء، احنا داخلين على ايام مفترقه الامور تبقى احسن من كده. طيب نروح للنادي الاهلي، ماذا يدور النهارده؟ كان في راحه والدنيا مستريحه. لا ما خليني بقى فجاه يعني موسيماني يمكن عدل البرنامج شويه. خلى الفريق يتمرن الاحد يوم وادى الراحه يوم الاثنين على عكس ما كان مقرره. يعني طيب في كلام جالي ان في صفقات جديده للاهلي وان في قاعده هتجمع الكابتن محمود الخطيب مع موسيماني. برضه لو عندك صح دي حقيقه. لا دي حقيقه بالفعل، يعني خلينا برضه نوضح ان يمكن كلام كابتن محمود الخطيب اتصل مع طبعا الاستاذ خالد الدرامي امين الصندوق ورئيس تاسيس النادي الاهلي، وكان متفق يعني على المجمل ان الاهلي في الاخر الحمد لله ان الاهلي تاهل لدوري المجموعات، ولكن كان طبعا حاجه من عدم الرضا سواء كابتن محمود الخطيب او الاستاذ خالد الدرامي على الاداء على الشكل العام اللي ظهر في النادي الاهلي، ولكن في النهايه يبقى ان الاهلي تاهل، لكن الاهلي محتاج شغل كتير الفتره القادمه، وده اللي قاله حتى الاستاذ خالد الطرنباشي لما البعثه رجعت وقالت كلنا كنا مستغربين من الاداء، كلنا كنا متخيلين الاداء يكون افضل من كده لان الظروف كانت مهيئه بالكامل ان الاهلي يحقق نتيجه افضل، ولكن المكسب ان روح النادي الاهلي كانت موجوده ورغم سوء الاداء، ولكن عزيمه واصرار لاعبي النادي الاهلي واصرارهم على تحقيق نتيجه ايجابيه حتى الدقائق الاخيره في رقم 90 كالعاده، هو ده كان المكسب في النادي الاهلي، وبالتالي تاهل الاهلي رسميا، ولكن الاهلي اكيد هيحاول يستفيد من اخطائه في المباريات القادمه، وفرصه ان مباراه تنفع تنزل الاهلي هيلعبها بتحيه لان خلاص الفريق ما عادتش تفرق بالظبط يعني خلاص، حتى الشفه ضمن المركز الاول والاهلي ضمن المركز تاني، وكان حتى كلام الاستاذ خالد الدرداش نفس اللي قلناه امبارح لما سئل طب الاهلي كده ممكن يقابل فريق قوي، قال الاهلي كده هو بطل افريقيا الموسم الماضي وانت رايح تلعب على بطوله، فقابلت فريق قوي دلوقتي قابلته في السيمي فاينل قابلته في الفاينل، في الاخر انت عندك تارجت انك تكسب البطوله فاكيد هتقابل فرق قويه مش هتفرق هتقابلها امتى، وبالتالي فكره انك يعني اول ولا تاني هتقابل فريق اقوى او ضعيف مالهاش اي علاقه، بكل حال من الاحوال ان الاهلي يجب عليه الاستعداد مبكرا يعني في هذا التوقيت. خليني برضو اوضح الفكر اللي كان موسيماني عايز يشتغل في الفتره الماضيه او يعني بمجرد عوده البعثه، كان هناك تفكير ان الفريق يكون رفع الاحد ويبدا الفريق يتمرن يوم الاثنين لحد موعد المباراه القادمه، ولكن موسيماني حرص ان الفريق يعني يتدرب في يوم الاحد ويكون في متابعه لكل اللعيبه اللي راجعين من الاصابات، يكون في يعني محاضره مجمعه مع كل اللعيبه حتى المشاركين او العائدين من الاصابات او بيأدوا البرنامج التأهيلي، وبعد كده ياخد الفريق 24 ساعه يوم الاثنين ثم يعود الفريق ترتيباته الثلاثاء 3 4 5 يدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراه سيمبا التنزاني الجمعه القادمه باذن الله. خليني كده معلش احكي لك شويه لقطات او شويه مقتطفات لمسناها النهارده في يوم النادي الاهلي تيتش. يعني في بدايه المران موسيماني عمل محاضره مع اللعيبه حوالي 15 دقيقه تقريبا اتكلم فيها على يعني التاهل لدوري ابطال افريقيا، ولكن قال ان مفيش تهاون الفتره القادمه وقال ان الاهلي البطل، يجب ان كل الفرق يعني تهاب من البطل وعلى النادي الاهلي انه يبذل مزيد من الجهد علشان الحفاظ على هذه البطوله في الفتره القادمه. طبعا في كان في تدريب
مجهودات بدنيه ولكن لم تكن طبعا قويه حرصا على عدم المناطق اللعيبه كما وجود كهربا شارك في التدريبات البدنيه والاول مره بيدخل يعني مع الفريق بالكامل، يمكن شارك في التدريبات الجماعيه سريعا قبل السفر لسودان وعلي معلول. علي معلول لكن ما شاركش في التدريبات الجماعيه. علي معلول كان بيجري جري منفرد قدامنا الصوره ايوه بالظبط زي ما حضرتك بتعرض الصوره علي معلول ابتدى برنامج تاهيلي وراجع من تونس وبتواصل برنامجه التاهيلي مع الدكتور احمد ابو عبله. بص قدام بتبص كهربا عاملين له الكلب الحيران في النص تحس كهربا ده تحس ان كهربا الفاكهه بتاعت التمرين يا احمد يا سعيد. هو دمه خفيف طبعا واللعيبه بتحبه يعني سبحان الله اللعيبه فعلا حبيبي طبعا وصاحبي. فكهربا النهارده عدد مشكل في التدريبات الجماعيه وبالمناسبه يعني رغم ان كهربا عارف انت كل ما قابله في مكان ما يسلمش عليه غير يقول لك ايه ارجل واحد في مصر ارجل والله العظيم هو اي مكان بيتواجد فيه يعني بص الصوره معبره خيرا من الكلام. بص شايف يعني حتى لما جه بعد شهر ايقاف هروي عيني ضرب كله لا صح والروح الحلوه اللي موجوده ما خليني اقول لك النهارده انت عمرك شفت يعني لاعب يبقى موقوف شهر يجي يبقى الدنيا بالروح دي كلها؟ لا طبعا ووازنتك مش شايف جيت النهارده المستوى الفني اللي ظهر كان مميز جدا يعني رغم غيابه شهر تقريبا عن التدريبات الجماعيه لكن الواد متقنته ده الدنيا تمام بمنتهى الامانه يعني الحاجات الايجابيه لا 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 بص يا بيه انا قلت لك الموقف اللي حصل في يوم رجوع كهربا للتمرين بص الموقف اللي حصل في يوم رجوع كهربا للتمرين محتاج خبراء علم نفس يقيموه انك انت شوف جاي من عقوبه قاسيه ومخصوم منك فلوس وشايف الدنيا عامله ازاي. انا بس عايز اسالك سؤال مهم عشان المرتزقه اللي بيقول لك ايه لما يكون في مشكله في الاهلي ما بتتكلمش عليها، عايز اسالك على ازمه صلاح محسن وتحويله للتحقيق وقول لنا بالتفصيل والنبي. احمد نعم معاك استاذ عبد الناصر انا سامعك كده سامعك كويس ازمه صلاح محسن انا سامعك وتحقيق. اتفضل حاضر خليني بس اوضح بس موضوع معلش كهربا لان برضو مهم ان احنا نوضح ان بعد عودته ومشاركته في التدريبات الجماعيه يعني كان مميز جدا زي ما انا بقول وزنه كان بشكل مميز اشتغل على الجانب البدني كان كويس جدا علشان كده يعني كان موجود في المرام مبكرا اشتغل تدريبات بدنيه واشتغل بعد كده تدريبات فنيه كان بيأدي فيها بشكل كويس جدا على حتى التقسيمه وان كانت التقسيمه لم تكن يعني مده طويله حوالي 30 دقيقه تقريبا ولكن بصراحه اشتغل فيها بشكل كويس يعني في التدريب وده يؤكد ان كهربا عايز يركز الفتره الجايه وعايز يعمل حاجه الفتره الجايه. موضوع صلاح محسن خلينا نقول بمنتهى الامانه صلاح محسن طبعا كان نفسه يكون موجود في مباراة المريخ الإسباني، طبعا هو تم استبعاده من هذا اللقاء وبالتالي يمكن هو أبدى حالة من الغضب شوية، كان نفسه يكون موجود، كان نفسه يكون متواجد أكتر من كده، ولكن موسيماني قرر استبعاده. يعني برضو خلينا نقول بمنتهى الأمانة هناك أقاويل بتقول إن الكابتن سيد عبد الحفيظ سيتم الاجتماع معاه بناء على هذا حالة الحزن أو حالة الغضب اللي كانت جوه اللاعب لعدم مشاركته، ولكن حتى هذه اللحظة ما فيش فكرة عقوبات او ما فيش فكرة اي حاجة. يمكن انا كنت بحاول اتواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لو الوقت اقول لك على حاجة يا احمد يا سيد بما يرضي الله احد مدربين صلاح محسن مش عايز اقول اسمه عشان ما احرجوش لانه ده كلام شخصي احد مدربينه اللي دربوه ومدرب كبير ووقت ما كان في نادي تاني غير الاهلي يعني كان المدير الفني بتاعه في نادي سموحة احد المدربين قال لي حاجة قال لي أفضل فرود في مصر حاليا صلاح محسن. أقول لك تاني قال لي كده قال لي أفضل فرود في مصر حاليا صلاح محسن. قلت له أمال يا كابتن المشكلة إيه؟ قال لي مفيش مخ. قال لي ده لو بيفكر ربع فكر أي لاعب طموح
يبقى في حته تانيه في العالم كله مش في مصر. والله العظيم شهاده مدير فني جامد جدا وما بيقول غير كلمه الحق في حياته. قال لي بص، قال لي في التدريبات لا شفت تحركات ولا شفت فرود ولا شفت اداء حاليا زيه ولا فرود احسن منه. قال لي بس المشكله بلا عقل. حط تحت دي انا اسف في اللفظ، بلا عقل كروي لحسن الناس تفهمني ان انا بغلط. يعني ما بيفكرش كوره، ما بيفكرش في مستقبله، يعني الكوره بالنسبه له ثانويه، يعني ما فيش صبر، يعني عايز العب وخلاص. ومدرب كبير ومدرب محترم. شوف لما يقول لك على اللاعب ده افضل لاعب، تعرف بص بسبب واقع تواصله على موقع كلوب مش عارف ايه، كان بيتواصل مع بنات عشان نقول الحق. بس النادي الاهلي في الحاجات اللي زي كده ما بيرحمش، ده في مبادئ وقيم، واللي يغلط يتذبح ايا كان. عشان كده الاهلي هو اللي اعلن تحويله للتحقيق. اتفضل يا استاذ. يعني طبعا هو ما يقال زي ما حضرتك بتقول على احد البرامج كان فيه سهر شويه في السوشيال ميديا، لكن بمنتهى الامانه انت عارف انا بحب اقول الخبر يعني من مصدره، فانا هتواصل برضه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وارجع لك واوضح لك موقف صلاح محسن. يا ريت. لكن الواضح اللي انا عارفه ان طبعا هو كان حزين عن عدم مشاركته واستبعاده من اللقاء المريخي السوداني. اكيد في كل حال من الاحوال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره هيكون قاعد معاه. ودي رساله بقى احنا بنقولها لصلاح محسن، انت لاعب لسه صغير في السن قدامك مستقبل في النادي الاهلي، لعيب ست بشهاده مدربين فنيين كتير جدا، محتاج يركز، محتاج يشتغل على نفسه، محتاج يعرف ان ما ينفعك يبقى سهران على التليفون لغايه الساعه واحدة وبعد واحدة. طبعا 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 الصح الخبر لازم اكيد طبعا، خصوصا في الوقت اللي احنا مضغوط فيه ماتشات ومحتاج فيه تركيز ومحتاج يعني كل دقيقه انك تكون مركز فيها. يعني مليون في المية متفق مع حضرتك في هذه الحالة. يعني أنا في كل حال من الأحوال اللي هتواصل بإذن الله مع صلاح محسن وكابتن سيد عبد الحفيظ وموضح لحضرتك برضو هذا الملف، ولكن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي يعني ما علمته صلاح محسن طبعا كان حزين من عدم مشاركته في لقاء المريخ. في نفس الوقت في جلسة خلال الساعات القادمة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، ولكن يعني فكرة ما قيل عن توقيع عقوبة حتى هذه اللحظة ما فيش هذا الأمر. لا ما فيش عقوبة، هو تحول للتحقيق. وادي يا جماعة البرنامج اللي كان سهران عليه أهو، عشان الناس بتقول لك إيه لما بيكون في حاجة في الأهلي تقدر تقولها بس أنت ما بتسمعش، إحنا بنقول كلمة الحق على أي حد. ولكن كون إن الأهلي مستقر هتعاقبنا أنا، يعني كل آن وآن بنسمع عن مشكلة زي دي هتيجي هتقول لنا أنا مالي، انا بنقول اللي موجود اهو. ادي البرنامج يا جماعه اللي كان سهران عليه صلاح محسن، ورصد الكابتن سيد عبد الحفيظ انه كان شغال على البرنامج ده بيعمل محادثات، وخلينا بدقيق مش هقول مع مين احتراما للتحقيقات هي اللي تقول، سهران على البرنامج ده حتى الثالثه فجرا اهو. وجمهور الاهلي نفسه جمهور محترم، لما بيكون في مشكله طب ما مشكله كهرباء اتكلمنا فيها بالتفصيل، ودي مشكلة صلاح محسن بنتكلم. لسه واحد دلوقتي على الفيسبوك شتمني الله يسامحه، يعمل لي ازاي؟ يقول لي شغال امام عاشور تقدر تتكلم عن مشكلة صلاح محسن؟ يا ابني لسه فقرة الاهلي ما جاتش. يعني انا هتكلم عن صلاح محسن غير في فقرة الاهلي؟ ما انا اول سؤال سالته للاستاذ احمد. يا ابني ما حدش هيحاسبنا غير اللي خلقنا. يا ابني انت مش عايز تصدق ان في ناس محترمة بتقول كلمة الحق. يا ابني انت شغال اجري للزلنطحي، مش مهما نعمل هتشتمنا، مهما نعمل هتشتمنا. وهفتح لكم تليفونات واللي عايز يرد على محمد مهدي يرد، انا ما بوقفش حد، انا هنا عندي حريه مطلقه. اي حد عايز يرد على محمد مهدي وكلامه يرد زي ما هو عايز، بس بينا تجاوز. اتفضل عشان نفتح تليفونات للناس. ومعلش برضو ولما اتكلمنا في موضوع كهرباء وموضوع قبل كده ومن ساعات لما اتكلمنا في موضوع الشناوي وامبارح كنا بنتكلم لحظه واحده هو بيقول لك ايه اتكلمت في موضوع الشناوي يا ابني اتكلمنا امبارح والله انا لسه بقول اهو اتكلمنا وقلنا ما يصحش ده يكون موجود في الاهلي ورغم كده الموضوع اتحل. قول لنا ايه اللي تم في تحقيقات في عقوبات في موضوع الشناوي ومحمد هاني؟ لا خالص، يعني المشكله انتهت في لحظتها وده اللي قال ياكده حتى اكيد نادي الاهلي. يعني اعتبرت مشكله ملعب.
تعتبره بالظبط كده حماس زايد بين اللعيبه، انتهى داخل الملعب، تم تصفيه الاجواء ما بين الشوطين، وعلى طول اعتذر الشناوي او اعتذر محمد هاني الشناوي مع بدايه الشوط الثاني على اعتبار ان الشناوي هو كابتن الفريق، وسلوكه او قراراته او توجيهاته لازم يمتثل بيها الجميع. خلص الموضوع تماما، ما كانش فيه اي مشكله، وحتى اللعيبه كانوا راجعين مع بعض في البعثه ما فيش اي مشكله خالص. فبرضه عشان نوضح للناس اتكلمنا فيها ولا درينا ولا خبينا اي مشكله بنوضحها. طيب اول ما تكون جاهز بعد ما تكلم الكابتن سيد اكلت الحاوة قبل ما تنام تكلمني ارجع لك تاني. حاضر ماشي اشكرك. واحد بيقول لي محمد مهدي غسلك غسيل ومكوى انت والاهلاويه، ده واحد متخلف، اعمل له حظر، مش عايزين نغلط في حد، اعمل له ايه؟ الاستاذ محمد مهدي الراجل يقول اللي هو عايزه، وانا اقول اللي انا عايزه، وعلى حمام بيقول اللي هو عايزه، واحمد السيد بيقول لي اللي هو عايزه، والاستاذ اي زميل بنجيبه صحفي بيقول اللي هو عايزه، احنا ما بنحجرش على حد، واحنا عشان خاطر تعرف ان ربنا ناصرنا، لولا ان انا راجل محترم هسيب محمد مهدي يقول الكلام ده؟ ولكن وجب علي ان اعتذر على اللفظين لكل الأهلوية اللي بيتابعوني في اللايف، أعتذر على اللفظ جعر اللي قاله محمد مهدي آسف، واللفظ الثاني اللي هو قال لك إيه ما بيصدقوا ولا مصيبة ويشبعوا فيها لقم، أنا لا أرضى بمثل هذه الألفاظ وأنا آسف على ده بس.